لنتابع نهارنا من الكارانتينا. بينضم لنا ألان درغام، أكيد بعده متابع جولته على البيوت، بعده عم بجرب يكفكف دموع بعض الناس هيك بوقفة بسيطة حدهم وبمحاولة للمساعدة. ألان مسكينة، فينا ما نحب خاصة نخليه نعم. يعني كاتيا اوقات صوتنا حيكون في غصه، لانه اوقات بنحكي مع العالم قبل الهوا، يعني عن جد حكينا ناس بالنهايه عم نشوف شوفات اذا بدك صعبه جدا ومشاعر كثير صعبه ايضا متلبده. يعني كمان كل واحد عنده قصة حزينة، كل واحد خسر حدا من عائلته أو انصاب إصابات بالغة. هذه السيدة نحب منزلها حاليا، كانت عم بتقول لي اشتغلت كل حياتها لتعمل لأولادها بيت تربيهم تهتم فيهم، واليوم حست حالها إنه سرقوا لها كل شيء منها، كل شيء اللي جمعته كل حياتها. كانت تهتم بأشياء قديمة أونتيك، هي حابة إنه كانت تحط تعمل بيت حلو لأولادها لتربيهم فيه، غير انه عم نشوف الاثار واضحه من جراء الانفجار، واليوم هي بحرقه كبيره. نحن جينا عندك، هذا البيت ما بينسكن هلا، وحتى مربيه امها يلي عمرها 90 سنه، بدي فرجيكم قديش كنت اهتم فيها. جابت لها تخت خصوصي كمان وعملت لها اوضه خاصه لها كمان، تضل امها عايشه معهم. التيتا طبعا هي بتكون بول بونار تبع البيت كله، بس راح كل شيء، راحت الادوات كلها، ولكن صوت مريم العذراء بعدها معلقه على الحيط ما انهزت. عم تقول لي وقع كل شيء غير هالصوره، مثل انه هيدي رساله من مريم العذراء واقفه معهم، كانت لا تقطع معهم هذه المحنه. اول شيء بغصه عم تحكيني كنت، خبريني شو بدك تقولي لنا. نحن صوتك، نحن معك، مش حنتركك، مش كلام فاضي، بكره بتشوف. أنا بدي أقول شغلة واحدة. هلأ وجهي مبين على الكاميرا. قبل ما أقول على ذكرياتي وأحلامي وعائلتي وشو عملت وشو صار فينا، بدي وجه كلمة واحدة بس. بدي وجه كلمة للبابا. يا بابا، شفت عيني؟ أنت بنتك لو هيك عينة شو كنت عملت؟ هي أول شغلة. أنت بنتك لو جوز عسكري وتوفى وما في حدا يتطلع فيهم، بنته صبي، قلنا سنتين عم نركض تناخد معاش من الجيش. بعرف هيدا مش موضوع، بس عم بسألك بعدين، هيدا سؤال غير عم بسألك، هو غير اللي صار فينا. شو كنت عملت؟ طفلتين صبي وبنت، قلن سنتين مش عم بياخدوا، خدوا ورقة وجيبوا ورقة وروحوا ورقة. أنا بدي أقول شغلة، أنا هيدا البيت، أنا مشي معي خليني أحكيك، مشي معي. أنا هيدا البيت، صور لي بس، أنا وين فرجيك صور لي. هيدا الخشب عملته بإيدي. قبل ما أعمل هيدا الخشب لا في معي مصاري بالبنك، ولا في عندي رجال يعطيني، عندي بنت بس. نحن خمس أشخاص بالبيت، أمي عمرها 90 سنة وبنتي بتشتغل وأختي بتشتغل بس. كله معاش مليون ليرة. صمد كل سنة، أنا كل سنة صمد 50,000 ورا 50,000 لتجي الصيفية زبط بيتي. الآن بدي جوز أولادي، بدي جوزهم لأولادي. أولادي اللي هيدا هون صور لي الواجهة، صور الواجهة. تعوا هيك، تعوا هيدي واجهة هون. صور هيدي واجهة هون، خليني بس فسر لهم. هيدي واجهة هون كبيرة كلها مليانة غراض وذكريات، واجهة إزاز تقلب على بنتي هون وتقلي يا تيتا دم، يا تيتا كانت حياتنا هون، وهون حياتنا، كانت حياتنا هون. عم شوف ولادي وامي وخي اللي عمره 70 سنه مضروب على راسه. على مين ومين بدي اخاف؟ على مين ومين؟ تقول لي يا تيتا ليه عم بكسرنا بيتنا؟ يا تيتا ليه يا تيتا؟ تقول لي انت دوبرين يا ستي، يا دوبرين. تقول لي انا بحب بيتنا، صدقوني. تقول لي هيك بنتي، بنت عمرها
دخيلك يا عبدرا، دخيلك يا عبدرا. امي لوح لوح شباك شباك ازاز حماها. نحن لان احنا مؤمنين، نحن مؤمنين، نحن عنا ايمان. لوين بدكم توصلونا جوعتونا، ما فرقت معنا نعمل اكل ونطعم البنايه كلها. شحتونا ما فرقت معنا، لان كل عمرنا مش متكلين عليكم، مش متكلين عليكم يا دولتنا، مش متكل عليكم. انا مش متكل عليكم، انا خلقت بالحرب وعشت بالحرب، لا اسير قرص ولا دمان ولا حدا بيطلع فيي، ما حدا بيطلع فيي. انا مش عم بصرخ لاشحد، لا انا عم صرخ لتفهموا انه نحن كبار ومنضلنا كبار. ما حدا بيقوى علينا، لا انتو ولا دولتكم ولا اللي بشد على مشدكم ولا حتى النووي اللي ضربتوه فينا. العدرا حميتنا، العدرا هي اللي حميتنا، ما حدا حمانا، ما حدا حمانا، العدرا اللي حميتنا. نحن قلنا جمعة منكوبين، فيش حدا نطلع علينا الا نحن، ايدينا بايدين معك. نحن معك، نحن معك، الشعب اللبناني معك، الشعب معك، الشعب اللبناني معك. انت بطلة، انت عزة نفسك، هي حتوقفك على اجريك وكرامتك. نحن معك للموت. ونحن ما رح نتركك، بوعدي. بس بدي اقول له شغله وحده، ابن بنتي عمره 4 سنين، بس تاني يوم قال لي يا ماما، يا ماما بس يخلص النار عن البور بدنا نسافر. 4 سنين عم بتهجرون، 4 سنين عم بفكروا بالهجرة. يا ويلكم من الله، بس يا ويلكم من الله. احلامنا اخذتوها، خدوها خدوها. بنحلم، بنحلم غيرنا، وكل عمرنا بنحلم غيرك، كل عمرنا. ونحنا نحنا شاهدين رحلنا، شاهدين رحلنا، وما مش فرقانه معنا، مش فرقانه معنا. المهم نبقى بلبنان ويدل لبنان على اجريه، ومش انتوا اللي رح توقفوها على اجريه. نحنا الشعب المعطر ايده بايد وحده هو اللي حيخليه واقف، مش انتوا. انتوا فلوا فلو انتوا بتركونا، نحن منعمر منرجع. مثل ما عمرنا ومثل ما عملنا بيوت ومثل ما عايشين منعيش، بس انتوا فلو تركونا نرتاح بسلام، تركونا نرتاح، تركونا نرتاح بسلام. يعني ما بعرف شو بدي زيد، تركونا نرتاح بسلام، ما بعرف شو بدي زيد عنك. طيب خلص خدبش، يعني كاتيا مش عم بعرف شو بدي اقول، بس بعرف انا مش عم فيلم هالبيت انا اليوم الا ما نلاقي له مأوى مؤقت. لا كانت هي عمرة بيتها ورح نجيب لها مهندسين. هي المرأة إنسانة عظيمة، هيدي أم حقيقية، هذه سيدة لبنانية. معلها بتعذرين، أنا بطلب مني خدمة بليز. شو رقمك بليز؟ شو رقمك بليز؟ في كتير أخواتنا، أخواتنا مثلنا بيشبهونا، الأهلنا بيشبهونا، مش دولة أصلا. خلص هوديك، خلص خلص هيدوليك، خلص هوديك، خلص. شو رقمك بليز؟ أنا رقمي 03-460-275. أنا ما بدي شيء، بدي بس رح نساعدك أنه نجي نرمم هذا المنزل. أكيد في ناس كتير 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 رح حيساهموا معنا، رح نكون متضامنين متحدين. نجي ناس مثلنا بيشبهونا، عندهم كرامة، عندهم عزة نفس لبنانية. أنت سيدة لبنانية بامتياز. أنت أنا متشرف أن أكون عندك بالبيت، كله هيدا البيت متشرف أن أكون عندك، كله صدقني يا لان، امرأة صالحة كله. هلا بدي فرجيكم برا سطيحة، لك عم بيجوا بيصوروا سطيحة وهي وخربانة، بيقولوا لي يا سونيا شو هالقعدة الحلوة هيدي برا السطيحة. أنا مبلطتها، سألوا العالم كله، أنا مبلطتها بإيدي، بإيدي مبلطتها لوفر عقد مصرياتي. شو العائلة اسم العائلة الكريمة؟ من بيت عودة. سونيا عودة عطت رقمها. لازم أكون مع سونيا، لازم أكون مع كل شخص مثل سونيا يلي تأذى بهذه الحادثة الكارثة بسبب إهمال الدولة وفسادها واستهتارها وعدم الاهتمام بشعبها، أو حتى ما بيحبوا شعبها. أنا أكيد ما بيحبوا شعبها. خلينا نكتفي بهذا القدر. وكاتيا ما تخزينا، يعني أنا شكرا لك ألان، ويعطيك العافية. بعرف قدي يعني مدى كمان الستريس اللي أنت موجود فيه أنت على الأرض. تحية لك ست سونيا، تحية لكل إيد عم تعمر لحتى يكون ولادها عايشين بكرامة. حقنا نعيش بكرامة، هالشي مش متوفر لنا، بس نحن عم نعمله، عم نحفر بالصخر بعدنا مثل جدودنا، بعدنا عم نحفر بالصخر بال 2020 أو مع هيدا وكله. ليك شو صار فينا، يا ويلن من الله. إيه أكيد يا ويلن من الله، أو أكيد لازم يتحملوا مسؤولية، بس منبقى نحن شعب رهينة.
رهينة. هيدا برسم العالم كله. وقفة ومنرجع منتابع. بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كثر ما نديتك وسع المدى وسع المدى.